إذا المشاهدين السلام عليكم في هذا البث المباشر اللي كنقدم لكم مباشرة من عمالة محمد يوم، بالضبط من جماعة بني خلف. هذا الشاب هذا اللي تعرض للكريساج البارح، كان غادي بالدراجة ديالو وتعرضوا ليه شي وحدين وكريساوه، والقضية يعني كما كتشوفوا راه فيها الدم، فيها بزاف ديال الأمور. هذا الأب ديالو كما كتشوفوا بالصورة، الشاب اللي تعرض للكريساج هو هذا السيد اللي كتشوفوا الآن، هو فاعل جمعوي. معنا السلام عليكم سي رضوان. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يطول عمرك. الله يجزيك. شنو الواقع؟ اشرح للمشاهدين شنو الواقع. البارح جاني اتصال من الابن ديالي انه تعرض هنا للكريساج من طرف ثلاثة ديال الاشخاص كانوا راكبين على السيارة دراجة نارية، مول الدراجة مشاو مول وبقاو هما جوج، تعرضوا ليه حيدوا ليه لا بيسيكليت ديالو، سرقوها ومشاو فيها اتجاه اللي هنا في الاتجاه ديال المحمد. هبطوا من الاتجاه ديال المحمدية وداروا ورا ليزين. هبطوا من هنا يعني. من هنا. فشي نقول لك هادشي ألمنا كثير البارح، ألمنا وألمنا بزاف. ملي كتشوف الابن ديالك ان كانت غتقطع ليه اليد ديالو، كان كيدافع على راسه، كان الحمد لله على كل حال. صراحه شوف ماشي بالسهل، لانه هو البارح ما نعش بالفقصه وهذي، يعني حس بالحقره، حس بهذي. هادشي ماشي اننا كنضربوا في الصميم ديال الناس ديال الامن ولا ديال الدرك. فكنشكرهم على المجهودات، جبروا على الاستقبال اللي استقبلونا. هادشي ما غريبش عليهم. باش الناس ياخذوا الحيطه الحضاريه بطبيعه الحال. غير هنايا جات في هاد لازون ديال ما بين الدرك الملكي والامن الوطني، يعني كاينه واحد ليسباس خفيفه يقدر يتكريس الانسان هنا في الدرك الملكي ويهربوا لازون ديال الامن الوطني، والعكس يقدر يتكريس في البلاصه ديال الامن الوطني ويهرب الاتجاه ديال الدرك الملكي ديال بنيه خلف. انا كنتمنى ان ياخذوا الحيطه والحذر، انا منطقه شويه ما بين المحمديه وهذه شويه خير. يعني الوالد ديالك واش كانوا هازين كانوا هازين سكين من الحجم الكبير ياك، كانوا هازين موس كبير، كانوا هازين جناوه، جوجهم هازين جناوه. راه حيت كان عنده واحد الضربه، كان ضربوا لا بروميير فوا العنق ديالو هنا، هاي ضربوا المره الاولى هنا ما شدوش فيه، وكان غادي يعاودوا هي فاش تلقى لهم باليد ديالو. هادشي هذا قبل البيكارو. البيكارو كان غادي يدوا ليه التليفون، حتى هو كان كيقلبوا ليه في الجيب ديالو، هذه هي فاش بدا كيدافع على راسه. الحمد لله بعدا كاين مني جاتها في لابيسيكليت الحمد لله. ماش لقيتي في 8 وثلث بالضبط. الصباح. لا ماشي الصباح، في العشيه. العشيه. شويه انا قليله. ودابا انا هو المشكل المطروح اللي كنا كنطالبوا بالناس ديال المحمديه انهم يديروا لنا ديك السته ديال البوطوات، راه هي هذه المشكله. هي الاناره العموميه كاينه هنا في بنيه خلف، المحمديه ما كايناش. يعني كيدوزوا العيالات من هنا بالليل وكيدوزوا بشحال. احنا اللي تنطالبوا كجمعيه المجتمع المدني وساكنه بنيه خلف للمحمديه انها دير واحد الكاميرات اللي كما دايرين في جميع القناطير. نعم. تكون واحد الكاميرا تماك احتياط. نعم. ملي كون كانت الكاميرا تماك ما غاديش يوقع هاد المشاكل، لان كتوقع مشاكل كثيره هنا. نعم. ما بين المحمديه وبني خلف كتوقع. نعم. مشاكل كبيره صراحه. نعم. الناس رساله للدرك الملكي. اول حاجه رساله للدرك الملكي، انا غادي ما نكذبش عليك، انا نشكرهم لانهم وقفوا معايا من البارح واليوم يلا جاي من عندهم. وتنشكر الدرك الملكي ديال الجيش الملكي اللي استقبلني السيد الرئيس والنائب ديالو احسن استقبال، ووجه التعليمات ديالو للدرك الملك الفتح، لانني ياخذوا بعين الاعتبار ان هاد المشاكل ما توقعش. فاللي بغيت نقول لان المسافه كاينه كبيره، انا بني خلف راه المسافه كبيره والعناصر قلال، راه ما يمكنش. حنا كنطالبوا مدينه حضاريه كبيره. مدينه كبيره باش تكون عندك واحد 17 تقريبا، واحد 17 عنصر اللي يخدموا لك بالنهار ويخدموا لك بالليل ويخدموا لك لي زاكسيدون ويخدموا لك البراجات ويخدموا لك المحاضر ويخدموا لك الشوارع، راه بزاف. حنا ما نقولوش القائد الجهوي بالدار البيضاء لمراكش. انا كنطالبوا صراحه، انا كنقول الله اكبر، حنا تنطالبوا باش يكونوا الامن الوطني. إذا كان الأمن الوطني مزيان، لأن كيكون الفيكتيف كثير، كيكونوا العناصر كثار صراحة. المسافة هنا راه ولات كبيرة على الدرك الملكي، اللي كنطالبوا أن يكون الأمن الوطني، ولكن تكون تعزيزات الأمن الوطني كتكون كثيرة. فمرة أخرى كنشكروا الأمن الوطني ليلة الأمس اللي طوقوا لاباساج ما بين القنطرة ديال عين دكيد والقنطرة الحمراء ديال الحسنية. قسما بالله لو جاو عندي شي 25 بيرسون، قسما بالله. اللي كنشكر السيد ديال المركز ديال الشرطه الرابعه، وكنشكر الناس ديال قاعه المواصلات اللي عطاو واحد التعليمات، اللي كنسمعنا كيعطاو واحد التعليمات صارمه وجاو. وتخيل والله العظيم الا جاو ديال السبطه بيضاء ديال المرور جاو، والله الا جاو، حق الله العظيم الا جاو عندنا لتحت، حيت الاخرين هربوا من ورا ليزين.
راه هذا هو المشكل. كتكريسه ما كيولاش محسوب على البوليس. تكريسه الدري هنايا في بنيه خلاف هبط للمحمديه، بقى ولينا حنا تابعينهم هما في المحمديه. واخا غادي نرجعوك ناخذ كلمه قصيره من عند الوالد ديالك، ولو انه متعب اشرح لنا باختصار شنو وقع لك. انا كنت شي طالع عادي، طالع من تبنا عادي في الطريق، كنت جاي طالع عادي في الطريق، هما كانوا دازوا في موطور، دازوا تروا بلاص موطور، زادوا قدامي سبقوني مول الموطور حطهم، هما بقاو غاديين كيتمشاو عادي. شحال كانوا من واحد؟ كانوا ثلاثة، ومول الموطور كمل طريقه ماشي بقى معاهم ولا شي حاجة، وكملوا طريقهم هما تموجين بشوية بشوية، مني أنا قربت حداهم صافي بقاو كيديو يجيبوا معايا في الهضرة، مني قربت حداهم صافي واحد في الجن جبد عليا جنوين. قال لي طلع داكشي اللي عندك. قلت لي كيفاش درت عنده بحال هكا وهو يبغي يضربني، ضربني هنايا، بغى يعاود عاوتاني يضربني، شافني ما تحكمش فيه بغى يعاود يضربني، وانا نشد بحال هكا بيدي، شديت جنوي بحال هكا وهو يبقى يخلخلها في يديا باش ضربت هنا. صافي هادشي اللي وقع. بقى هادشي بسبب هادشي راه كنت ضربت في الاول، بغى يعاود يضربني هي باش كاليش انا بيدي. صافي هذا ما كان، ملي بعت عليهم شويه واحد بقى تابعني بجنويه، واحد دز بيكاره صافي ما يهرب. لا ما عرفتش فايت ليش دابا توقف فوق الدم اللي هو هذا. باش كتحس ملي كتشوف هذا الشيء دابا؟ حقره كيذكرك هذا الشيء بهذه المأساة هذه؟ نشوف شحال ديال الدمايه. شوف لا واخا ناخذ فاعل جمعوي، خذ راحتك ونتمناو لك الشفاء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يعني كفاعل جمعوي ومن سكان هذه المنطقه، طبيعه الحال نحن نستنكر هذا الشيء اللي وقع وهذه الحادثه اللي وقعت لجارنا طبيعه الحال، وهي ليست الاولى ولن تكون الاخيره اذا ما تضافرت الجهود سواء من السلطات المحليه ولا من رجال الامن ورجال الدرك الملكي، باش لانه صراحه هذه المنطقه هذه ولات بحال المستنقع. لان احنا ما نقولوش بانه الناس ديال الامن ما دايرينش الخدمه ديالهم، ولكن كما كنقولوا يعني الامور بدات كتكبر شويه، لانه بداو اللي كما كنقولوا هاد المجرمين وهاد الناس اللي يعني يعني المنحطين اخلاقيا واللي كيتعداو على بنات الناس ولاد الناس، لانهم بداو كيكثروا، لانهم كيستغلوا هذاك الفراغ الامني، كيستغلوا الظلمه، لان بزاف كتعاني هاد المنطقه هادي من الظلمه ما كايناش. هي جات بحال واحد البلاصه بحال اللي قلتي من المحمديه اللي هي ولات واحد المدينه اخرى كما قلتو قبيله ديال بنيه خلف، وكيستغلوا غياب العناصر الامنيه. وما وقع اليوم ما وقع امس عاوتاني، لان واحد نفس الشفاره ربما وحدين اخرين حتى هما دخل فيهم واحد ترونسبور، واحد مات، واحد هرب بالدم ديالو. كان غير واحد. يعني وهذا ناهيك عن شنو اللي كيوقع في الاقامات، لان كاين واحد الاقامات ديال رياض السلام وديال الحلو، السرقه كتكون في السطوحه، كيستغلوا باقي هذاك الفراغ ديال السكان، باقي الناس ما الكاميرات هذا كيحاولوا يديروا شي طرق هما يعني لا ما كاينش الكاميرات. يعني هذا نداء، هذا ملي جبتي هذا الموضوع نداء لسوال السلطات وسوال السانديك سوال مولين البروجي يديروا الكاميرات، لانه صراحه راه ولينا كنخافوا على ولادنا ونخافوا على. وهذا الشيء اللي وقع صراحه خاص صراحه نقولوا تضافر الجهود بين السلطات المحليه ورجال الامن. كما قلت لك نعاودها، والناس راه دايرين الخدمه ديالهم، ولكن يجب المزيد من العمل، والفعاليه ديال المجتمع المدني تما يتدخلوا، وتضافر الجهود بين، لانه هاد المجرمين هادو حنا كننتظروا منهم يعني في واحد النهار الله يهديهم، ولكن ما بغيناش حنا تتوقع الفاس في الراس واللي ضحايا كثار وتولي الامور يعني ما لا يحمد عقباه. كنتمنوا بانه الجهات الامنيه والمسؤوله كل واحد في التخصص ديالو انه ياخذ يعني هذا الشيء اللي كيوقع دابا، واللي ربما خافيه اعظم، ربما كاين الناس اللي كيتكريسا وما كيديكلاريوش، ولكن هاد الناس اللي كيديكلاريو الصراحه راه شيء يؤسف له. ونتمنوا هذه المنطقه هذه يعني كيف قال خاص يدخل حتى البوليس ولاو هنايا بحكم انه ولات المنطقه هذه، واش كتشاطروا الراي؟ بطبيعه الحال، لانه حنا ماشي ما عندناش الثقه في الدرك الملكي، ولكن كنقولوا ملي كيدخل الامن منطقه كبيره البوليس خاص يكونوا بارتو في اي بلاصه، انه يكون مركز اللي هو قريب. الى الضافر يعني خدموا رجال الدرك الملكي ورجال الامن كل واحد في نطاق الاختصاصات ديالو غتكون احسن، لان الامن والامان هما كل شيء اللي كنقلبوا عليها، يعني خصوصا في هاد المنطقه هذه اللي باقا جديده على السكان. كلمه اخيره باختصار. احنا
حنا ما تنقلوش من المجهودات الجبار اللي تيقوموا بها رجال الدرك الملكي والامن الوطني. فاللي حنا كما قال الاخ خاصهم يدافروا الجهود ما بين جمعيه المجتمع المدني، السلطه المحليه، الدرك والامن الوطني، ان هذه المنطقه هي بوان نوار اللي كنعرفوها. حنا كنقولوا لها حنا بوان نوار، هذه النقطه السوداء اللي كاينه ما بين بني خلف والمحمديه. فكنشكركم نتوما وكنتمنى من الله اننا واخا مرحبا. اذا كانت امكانيه اذا نبقاو معنا مشاهدينا الكرام. هذا الشاب هذا اللي تعرض لكريساج البارح بالليل في هذه المنطقه هذه، كما كتشوفوا الدماء هي مازال كاينه هنايا، انتم كما كتشوفوا بالصوره. الحمد لله على سلامته، كنتمناو ليه الشفاء. كان تواجدوا مع الاب ديالو ايضا مع فاعل جمعوي بالمنطقه. انتم غادي تشوفوا بعد قليل الصور ديال الدراجه. اذا الله يهدي هاد الله يهدي هاد لا نعسو هكا الكتريك هذه الكتريك. الحمد لله حنا من يبقى لينا بالصحيحه ديالو لبس الدراجه تجي جوج. هذاك الشيء اللي كاين والله. حنا من يبقى لينا غير الوليد بعدا الحمد لله، هذاك هو الربح. فهمتي ما كنتسمناش، انا كنتسمنا الصحه ديال الولد ديالو. نصيحه للسكان بخصوص ياخذوا الحيطه والحذر في هذه المنطقه. وي صباح كيجيو الناس ديال 6 الصباح ولا هذه، ياخذوا الحيطه والحذر، لان ما عندناش دابا المشكل. ما تروح هاد لا زون ما فيهاش ترونسبور، ما فيهاش طوبيس، لا طوبيس لا طاكسيات. خاص شوف ما كاينش دابا المشكله، ما كاينش ندد الطالب هنا. حنا كجمعيه المجتمع المدني باش يكون عندنا الطاكسيات والطوبيس هنا في رياض السلام، فهمتي، براهما ورياض السلام يكون هاد لاين تخدم. للاسف الشديد كيقول لك انا ما عندناش مشكل. حنا حطينا الطلب ديالنا تا هما تا السي يوسف مشكور ديال النقابه، قال لك حنا حطيناه الجماعه اللي كنتمنى انها خاصها توافق على هذه. شكرا لكم. ما تتعبوش الابن ديالك. اذا المشاهدين لنا متابعه في الموضوع هذا، دمتم بخير والى اللقاء بعد قليل بث مباشر اخر. الى اللقاء.